سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو وبالسادة المشاهدين. إيه اللي حصل يا فندم؟ احكي لنا الحكاية، أنت طبعا عندك كل الأرقام الرسمية وكل المعلومات. أه طبعا، هو بس الرقم الرسمي عشان أطمن حضرتك في البداية قبل ما نتكلم، هو للأسف الوفيات 2 والإصابات 5، وأنا طبعا بقدم تعزية وكلنا في وزارة النقل بنقدم تعزينا لأهالي المتوفين، وبنتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين، هما منهم 4 فيهم سحاجات وكدمات خفيفة وإن شاء الله يطلعوا بالسلامة. الحارس فني زي ما حضرتك قلت بالظبط من شويه، المنطقه دي خط السكك الحديد ده من يوم اسف من حلوان، من التبين، حلوان، المعصره، ترى، البساتين، وهقول لحضرتك ليه البساتين دلوقتي، البساتين، حتى العباسيه، الخط ده خط طبعا خط مفرد، هو خط مهم طبعا لنقل البضاعه من سواء من رمسيس لمنطقه حلوان و معسكرات اللي هناك بتاعه القوات المسلحه، او من محاجر الرخام وخشم والمنطقه بتاعه شقه تعبان والتبين الى كل انحاء الشبكه في السكه الحديد. ده خط مفرد، المفروض ان حرم السكه الحديد هنا 15 متر، يعني الحرم يعني المسافه من القضيب وحتى اقرب بيت معالي الوزير 15 متر. ايه ده، احنا شايفين القهوه على بعد متر اهي قدامنا، يعني احنا عندنا بث مباشر من المنطقه. حضرتك بتتكلم صح، وانا هقول لحضرتك دلوقتي المفروض القانون والناس كلها عارفه الكلام ده، في المساكن وفي المناطق المأهوله والمناطق السكنيه 15 متر، وفي المناطق الصحراويه المفتوحه 25 متر. طيب الناس بنوا هنا من 40 و20 و25، ولكن زادت المباني قوي بعد ثوره يناير. اصبح كل واحد عايز يبني بيت يروح حاطط جدارين، وبعد شويه ما حدش كلمه يروح مسقف البيت، الأدهى من كده يروح عامل كمان بني زارع شجرة قدام البيت